تشهد أروقة مبنى الأمم المتحدة بنيويورك بعد ساعات تسليم جائزة سمو الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة للتنمية المستدامة والتي تأتي انطلاقا من إيمان صاحب سمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر بأهمية الجهود الأممية في مجال التنمية المستدامة وتأتي أهمية هذه الجائزة لإسهامها في دعم خطط وسياسات برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية على صعيد التنمية الحضرية والإسكان باتت جائزه خليفه بن سلمان للتنميه المستدامه ايقونه عالميه في ترسيخ وتشجيع الشراكه للتنميه الحضريه المستدامه حول العالم وعلامه على رياده للبحرين كشريك اممي فاعل في التنميه. قصه انطلاق هذه الجائزه اتت انطلاقا من ايمان سمو الامير خليفه بن سلمان ال خليفه رئيس الوزراء الموقر باهميه الجهود الامميه في مجال التنميه المستدامه وضروره دعمها من خلال المشاركه الفاعله في الجهود العالميه لتشجيع المشاريع المتميزه التي ترتبط بشكل وثيق بتحسين الاحوال المعيشيه للانسان في كافه بقاع العالم وجاءت فكره الجائزه خلال تسلم سموه جائزه الشرف للانجاز المتميز في مجال التنميه الحضريه والاسكان من الامين العام للامم المتحده بانكيمون خلال اجتماعات المجلس الاقتصادي والاجتماعي التي عقدت بجنيف عام 2007 لدي اهتمام خاص بالعمل على رفع مستويات المعيشه لكل المواطنين وحتى لا يترك أحدا ضحية للفقر والعوز لقد كان هذا الهدف عندي مشروعا متواصلا فقد آمنت منذ البداية أنه لا يمكن لاقتصاد ضعيف أن يخلق مجتمعا قادرا على مساعدة الضعفاء والمحتاجين فيه فكان الاهتمام بإقامة اقتصاد قوي يوفر دعماً لبرامجنا الاجتماعيه والانسانيه. وقد اكتسبت الجائزه مكانه بارزه عالميا كواحده من المبادرات الخلاقه الهادفه الى دعم جهود المجتمع الدولي في مساعده المجتمعات الفقيره. ويعكس التقدير الدولي لمبادره سمو رئيس الوزراء باطلاق هذه الجائزه اهميه التعاون الدولي لابتكار المبادرات الخلاقه باعتباره الطريق الامثل للارتقاء بالاوضاع المعيشيه للبشر في مختلف اقطار العالم كما تترجم الجائزه المكانه المتميزه التي تحتلها مملكه البحرين عالميا في تفعيل الشراكه الامميه من اجل التنميه حيث قدم سمو رئيس الوزراء ومن خلال تلك المبادره العالميه نموذجا للشخصيه الفاعله على الصعيد العالمي التي لا ينحصر اهتمامها في قضايا محيطها المحلي المحدود وانما تتعدى ذلك للتفاعل بايجابيه مع مختلف القضايا الدوليه المهمه وفي مقدمتها قضايا التنميه المستدامه. وحظيت الجائزه في نسختها الاولى عام 2007 بتفاعل كبير حيث تقدمت العديد من الشركات والمؤسسات من مختلف قارات العالم بمشروعاتها للحصول على الجائزة التي تشجع المنافسة لتحقيق الأفضل في مجال التنمية الحضرية والإسكان. وشهد عام 2008 تسليم جائزة خليفة بن سلمان للمستوطنات البشرية خلال أعمال الدورة الرابعة للمنتدى الحضري العالمي الذي أقيم في الصين. وفي البرازيل واصلت جائزة خليفة بن سلمان آل خليفة للمستوطنات البشرية تحقيق النجاح في دعم الأهداف التنموية العالمية، حيث تم تسليم الجائزة في المنتدى الحضري الخامس عام 2010. وفي هذا السياق فإنه يحق لمملكة البحرين أن تحتفي بإسهامات قادتها في مساندة الجهود الأممية والدولية للتنمية الحضرية المستدامة. ونشر ثقافه التنميه في كل المجتمعات وخاصه في الدول الناميه وذلك تجسيدا لايمان سمو رئيس الوزراء بضروره دعم كل الجهود المبذوله من اجل تحسين الاوضاع المعيشيه للانسان اينما كان في كل ربوع العالم